وننتقل إلى حيفا مع مراسلنا أحمد روشة. أحمد، حزب الله أطلق عدة صواريخ سابقا كانت تستهدف الجليل الأعلى، الآن وسع مدى، أطلق صواريخ ربما استعملت في هذه الجولة من الصراع للمرة الأولى، نتحدث عن صواريخ فادي واحد وفادي اثنين استهدفت شمال حيفا. كيف تبدو الأوضاع في حيفا، الإجراءات العسكرية أيضا، ومن حيث الحيطة والحذر من قبل السكان؟ حالة ترقب واسعة في إسرائيل، خصوصا أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيار هاجاري ذكر في مؤتمره الصحفي هذا الصباح أن إسرائيل بصدد شن هجوم واسع على الأراضي اللبنانية خلال الفترة القليلة المقبلة خلال ساعات نهار اليوم. بالتالي حالة ترقب في إسرائيل لهجوم الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي لرد فعل حزب الله، إن كان رد حزب الله سيأتي قبل الهجوم الإسرائيلي استباقا هذا الهجوم الإسرائيلي أو بعد الهجوم الإسرائيلي. بالتالي هذا الهدوء خلال الساعة الأخيرة أو خلال آخر ساعتين على الجبهة اللبنانية لا يعكس حالة الترقب وحالة التوتر الموجودة على أرض الواقع، وانتظار أن يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته داخل لبنان، وبالتالي انتظار رد حزب الله اللبناني إما أن يكون استباقيا وإما أن يأتي بعد الهجوم الإسرائيلي المرتقب الذي توعد به المتحدث باسم جيش الاحتلال. يفهم مما تحدثت منه الزميلة جويس منذ قليل أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل حتى الآن الاتصال باللبنانيين لدفعهم لمغادرة منازلهم والمناطق التي يروج جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن فيها مخازن أسلحة أو صواريخ لحزب الله اللبناني تمهيدا لقصفها. عندما تنتهي هذه الإجراءات يمكن الافتراض أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيباشر بعملياته داخل الأراضي اللبنانية التي يزعم أنها ستكون أكبر مما حدث خلال الأيام الماضية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الجبهة الداخلية الإسرائيلية وهي تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيليين في المناطق الشمالية بأن يتأهبوا اليوم لهجوم كبير لمعارك قاسية عند الحدود اللبنانية في مناطق الجليل الأعلى تمهيدا ربما قبل أو بعد الهجوم الإسرائيلي. بالتالي حالة الهدوء هذه المنتشرة لا تعكس الواقع وترقب للهجوم الإسرائيلي ولرد فعل حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يتوقع أن يكون رد حزب الله ضمن المديات خلال الفترة الماضية، ربما قد تصل إلى حيفا لأنه لم يغير تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية في مناطق أبعد من حيفا غربا ومرج ابن عامر في وسط شمالي البلاد. حالة ترقب عامة ولكن قد تتبدد خلال الساعات القليلة. نعم أحمد، المتحدث الإسرائيلي بيرد على السؤال حول إمكانية التوغل البري في جنوب لبنان وفي لبنان بالعموم، قال بأن إسرائيل ستعمل كل ما تقدر عليه لإعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم، لكن في الاجتماع الأبني جرى الحديث عن أنه تم الاتفاق على أن هناك تصعيد تدريجي لكن ليس إلى درجة الوصول إلى حرب شاملة وإشعال جبهات كبيرة. كيف يمكن أن نفسر هذا الموقف العسكري أيضا المتلازم مع الموقف السياسي الإسرائيلي؟ لا يستطيع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يقول علنا أن إسرائيل لا تستعد لخيار الاجتياح البري، لأنه وكأنه يقول لحزب الله افعل ما شئت، لا يوجد لدينا أي خيار بري خلال الفترة المقبلة. لا يستطيع أن يقول للإسرائيليين أننا لا نستعد لهذا الخيار. لا يستطيع للجان التحقيق التي ستشكل لاحقا أن يقول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي علنا أن إسرائيل لا تستعد لهذا الخيار. المهم ما يحدث على أرض الواقع. حتى الآن لم يحشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتياط التي تدربت خلال الأشهر الأخيرة وخلال السنوات الأخيرة منذ العام 2006 حتى اليوم، وقوات الاحتياط هي التي تتدرب على أي عمليات محتملة داخل الأراضي اللبنانية. طالما لم يستدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه القوات، هذا يعني أن خيار العمليات البرية الإسرائيلية مستبعد. على مستوى التصريحات العلنية دائما يقول الاحتلال الإسرائيلي شيء نظرا للتبعات القانونية، للتبعات النفسية، للتأثير على الرأي العام، للتبعات المحلية، للتبعات الدولية، لكن المهم هو ما يحدث على أرض الواقع. وهذا بالمناسبة ليس فقط في جبهة قطاع غزة إنما في مختلف الجبهات. علنا يؤكد الاحتلال الإسرائيلي شيء، وعلى أرض الواقع المهم ما الذي يجري تنفيذه هناك. نعم أحمد، سؤال أخير لو سمحت، ما هو موقف المعارضة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجبهة الشمالية لإسرائيل؟
هل هناك اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة اليمينية المتطرفة، بين المعارضة، وأيضا بين ربما يكون هناك بعض الوجوه أو ربما الأصوات الوسط في إسرائيل على غرار ما يجري في حرب غزة؟ كالعادة إسرائيل تتوحد عند الحروب، تتوحد عند العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكن هناك تفاوت في أمرين. الأمر الأول، ما هو الهدف الأعلى لهذه العمليات على الجبهة اللبنانية؟ تتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا يملك أفقا سياسيا للتصعيد على الجبهة الشمالية، وهناك من يحذر أنه كما فشلت قناعة الجيش الإسرائيلي أو قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، وزير الأمن، القيادة السياسية، بأنه كلما زال الضغط العسكري أكثر على حركة حماس في قطاع غزة فسيؤدي ذلك إلى إضعاف موقف حركة حماس في المفاوضات، كما فشل هذا الأمر بحسب الجنرال احتياط جيورا آيلاند، فإنه يخشى من أن تفشل العقيدة الإسرائيلية على الجبهة الشمالية بأنه كلما مارسوا ضغطا أكبر على حزب الله اللبناني سيؤدي ذلك إلى تغيير أكبر في موقف الحزب تجاه ربط جبهة لبنان بجبهة قطاع غزة. توجه للحكومة الإسرائيلية اتهامات بأنها لا تملك أي أفق سياسي أو مسار سياسي يستغل العمليات العسكرية إلى اتفاق سياسي، هذا أولا. ثانيا، هناك تأييد من قبل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد لعمليات الجيش الإسرائيلي. في البيان الذي أصدره لبيد صباح هذا اليوم عبر عن دعمه لسلاح الجو الإسرائيلي، لقيادة الجيش الإسرائيلي، لكنه تجنب التعبير عن ثقته ودعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكأن لبيد يقول إنه يثق في الجيش لكنه لا يثق بالقيادة السياسية لهذا الجيش. أشكرك على كل هذه الإحاطة، مراسلنا أحمد دراوشة من حيفا.